بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جيرونا شروط لا إله إلا الله شرط لا إله إلا الله سؤال ما هي شروط لا إله إلا الله إذا شرط لا إله إلا الله جواب

<متحدث> بذلك هذا بيا قال تعالى إذا وفعلم أنه لا إله إلا الله تهاو جوي كقانس فهم عبد الله كل يكاتب من سبحانه وتعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال عثمان رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني مروي كاو أجوك على الدنيا فو gmj subhanahu wa wataala hai namna he lazimu basi ahifange ngobeiiaya ayain doka naoyaini bean yakuna qailuha mustaiin bimadluliha yaieka rongo wangu nayaini hadalil yazo hadi lkaima aaima lino yaia جازما وانا يقيني <applause> حق <applause> فان الايمان من ايماني لا يغني فيه الا علم اليقين كاستشليا الا موجد علم يا لا علم الظن علم كياو ظن قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله يا كما المؤمن يا يقيني وعلم نذموا ورسوله امتما يرتعب كيشك كاس الشك وجادوا باموالهم وتوازم لزاو وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وتوازم لزاو ناس نفس زاو وحسب يوم نصر الدين يزيم فاشترطوا في صدق الإيمان بالله ايماني بالله إذا فران شرطون صدق إيمانهم هم يسوى تعالى ورسولهم تماهي وكونهم لم يرتابوا هاي بيا يفهم كوال <سؤال> كاسنا شك أي لم يشكو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله يعني لم يكوا أشهدية كم تبي صلى الله عليه وسلم أشهدية كم يزن سبحانه وتعالى وين فهم استيقى أن بديله وأني رسول الله نمتومي نمتومي وين دوم يزنو لا يلقى الله بما عبد غير شاكين يعني ملوكا وجمر جميز ويكالتي وكاسنا شكا فيهما ما كلمة ما إلا دخل الجنة إلا سيئا ببون إشارت يرارو القبول دو كبال لما اكتفى يكي دونغانا هذه الكلمة حوالي دني يكتفى هذه الكلمة دونغانا والكلمة لو في قلبه شفنا نورنغو وقد قص الله عز وجل من نزم ورنغو على هنبيا على من أنباء ما قد سبق زي خبر كوزة من, إن من إنجائه هذه كوزة زجيد من قبلنا قبلها يعني زي كوزة جي وانتقامه زي كو عشك انتقام عذابه مما ردها وآباها يعني ركوها رأي الكلمة لنو ولها شرط أن انقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك يعني دو دونغا هونسا يكبا كوسيديشين ويكاوز كاو ومشاز قال تعالى <سؤال> وما يسلم وجهه الى الله <سؤال> يدم ركا سلم شاز امر ذا بي منزين وهو موسن يعني يفوز ومجمازين في قد استمسك بين رتفقا وباسكي الامر رتفقا اي لا اله الا الله

فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ميزون وجوه كوه وينزا كويلي فلا يعلم أن الكاتبين جونا عن روينزا نرابو والمعاذب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله كاسي مجاوان أشهد ديوك كاسي فعبد الله كوه وتعالى وأن محمد عبده ورسوله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يزيم صدقا هكوال من قلبي لا شبنا إلا حرمه الله على النار إلا من يزيم ومحرمشا مديون جامرون السادس نجاسيتا ستة الإخلاص دوفي إخلاص وهو تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك دورا زامل زوبيا الشرك قال تعالى ألا لله الدين الخالص يعني الدين كي خالص لوجه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي

الملتزمين <applause> لشروط يو وجلازم شنا شرط زنوم وبغض ما نقض ذلك وتكون هناك وعدني وفاين نقض في, 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 في هالكلمه قال تعالى ومن الناس عباد ذو ندم من يتخذ من دون الله اندادا يعني هم يوسمي زين ويحبونهم وبين ذلك هم بالدمار من من زمن والذين امنوا أما أن الكامل من يزن وأكوالي أشد حبا لله ولما حب يأكوالي من يزن سبحانه إذا وعن عائشة عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم ترك إيمان مجاربا حتى أكون أحب إليه من ولده تمبكي كم صلى الله عليه وسلم يكون محبلا صلى الله عليه وسلم رين يومنا وهو ووالدين أبانا ما والناس أجمعين رأني وأنا دم يعني ما أبي صلى الله عليه وسلم جمقدم لا ما كلا يمرو سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليه